السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة على كازاكو.كوم. غنشوفو في الحصة ديال اليوم تتم لدرس الدواء اللوغاريتمية اللي هو درس ديال السنة الثانية بكالوريا شعبة علوم. غنشوفو في الحصة ديال اليوم العدد النبيري، التعريف ديالو، استعمالات ديالو إضافة إلى الشقاق والدوال الأصلية وعلاقتها بالدوال اللوغاريتمية. على بركة الله، الفقرة الأولى اللي عندنا في الدرس هو العدد النبيري. العدد النبيري، العدد النبيري ببساطة هو الحل ديال المعادلة ln ديال x كيساوي واحد. بعبارة أخرى، هو العدد ديال ln ديالو كتساوي واحد. هذا العدد النبيري نرمز له ب e، و e القيمة ديالها تقريبا إلا جينا رسمنا المنحنى ديال الدالة لوغاريتم غتجينا هي 2.7182 الى اخره. ما مطلوبش منكم تحفظوا، بما انكم كتستعملوا الالات الحاسبه فان القيمه ديال او تقدر تبدا من الاله الحاسبه. هذا العدد النبيري ما محلوه من الاعراب، يعني فاش كيصلح لينا هذا العدد، علاش كنحتاجوه. الهدف الرئيسي عندنا حنا هو طبعا في حدود المقرر ديالنا هو حل المعادلات. هذا هو الهدف من استعمال العدد النبيري. باش نوضح الصورة نديرو مثال. عطاك معادلة، قالك حل المعادلة اللي ln ديال x ديالها كيساوي 4. الحل هو أن كنعتبر أن هاد 4 مضروبة في واحد. هاد واحد هو ln ديال e في 4، وقاعدة عندنا ان في ln ديال ا، عندي الى ان ln ديال ا اش كتساوي؟ كتساوي ln ديال ا اس ان. شنو غندير دابا؟ غتجيني هي ln ديال او اس 4. عندي ln ديال اكس كتساوي ln ديال او اس 4. بما ان ln تقابل فاني نقدر نحيد ln، وبالتالي غتبقى ليا اكس كتساوي او أس 4. إذا العدد اللي الـ ln ديالو هو 4 هو أو، يعني ماشي إكسبونونسيال إنما أو. هاد العدد هذا العدد النبيري أس 4. هادشي فيما يخص العدد النبيري. وفيما يخص الإشقاق، كنذكركم بأن الإشقاق ديال ln هو 1 على إكس، لأن هذا أصلا من أسباب وجود دالة ln، أي أنها هي الأصلية ديال الدالة 1 على x. هنا عندي واحد الخاصية اللي كتقول أنه إذا كانت واحد الدالة u قابلة للإشتقاق على واحد المجال e محدد، بحيث كيفما كان x من المجال اي فان او لي اكس ذات العادم، انا مش نقدر نقسم عليها. فهاد الحاله نقدر نقولوا ان الداله ln ديال القيمه المطلقه ديال او لي اكس، الداله المعرفه ب اف لي اكس كتساوي ln ديال القيمه المطلقه لاو لي اكس، حتى هي قابله للاشتقاق على المجال اي. وكتكون عندنا كيفما كان اكس من المجال اي فان ln ديال القيمه المطلقه ديال او لي اكس، الى بغيت الشقاق ديالها فهو الشقاق ديال او على الداله او. مفهوم؟ انا ندير مثال اخر باش يبان لكم. عندي الداله مثلا سينوس لي اكس، نعطيها الداله اف لي اكس سينوس لي اكس، بحيث اكس ينتمي، انا ناخذ شي مجال بسيط، ناخذ
صفر بي على اثنان. طبعا انا صفر مفتوح لان سينيس ديال صفر هي صفر. اذا في هذا المجال كيفما كان اكس من هذا المجال اللي غنسميه انا اي، اول حاجه عندنا السينيوس ديال اكس يخالف صفر، هذا هو الشرط الاول، هو محقق. الشرط الثاني عندنا هو ان اي تكون قابله للشقاق. حنا نعلم ان الداله سينوس اكس قابله للاشتقاق على ار كامله، قابله للاشتقاق على ار وبالضبط على هذا القصور هذا اللي هو اي، اللي هو الشرط الثاني. اذا انطلاقا من الشرطين في الخاصيه عندنا، فان الداله جي المعرفه بجي دي اكس كتساوي الين ديال القيمه المطلقه ديال سينوس ديال اكس قابلة للاشتقاق، قابلة للاشتقاق على المجال اي. ولا بنحسبوا جي بريم دي اكس اش كتساوي، هو سينوس بريم دي اكس على سينوس لي اكس. الشقاق ديال السينوس هو كوسينوس اكس على سينوس اكس. هذا هو تطبيق الخاصية اللي قلت لكم دابا اللي هي المهمة، هذا فيما يخص الاشتقاق. فيما يخص الدالة الأصلية، فانطلاقا من هنا كنخرج بالاستنتاج التالي، هو أن إلا عندي دالة معرفة، عندي واحد الدالة اف معرفة على الشكل او بريم لي اكس على او لي اكس على مجال اي، طبعا بطبيعة الحال هنا اوتوماتيكمون او لي اكس يخالف صفر على المجال اي، لان باش تقسم عليها. فان اذا كان بحال هكا، فان الداله الاصليه اللي نسميها اف لي اكس، يعني الداله الاصليه ديال الداله اف، هي الين ديال القيمه المطلقه ديال او لي اكس زائد كونستانت، مفهوم، بحيث كونستانت عدد حقيقي. يعني ان الى عطيتيني داله على الشكل هذا، ندير مثال، عطيتيني عطاني قالك داله اف لي اكس كتساوي، انا باش نبسط، كتساوي اكس زائد واحد على اكس اس اثنان زائد اكس زائد اربعة. كنلاحظ انا نديرو على قادر تاكدوا منها بانها غير منعدمه، مثلا ناخذ على ار. عندنا هنا كان واحد الملاحظه اللي كنلاحظها، انا عندي الملاحظه اللي كنلاحظ هنايا هو ان، عفوا ندير اثنان، الملاحظه اللي كنلاحظها شنايا هو ان الشقاق ديال التحت اكس اس اثنان زائد اكس زائد اربعة الى شقيتو غتجيني هي اثنان اكس زائد واحد، اللي هو اللي عندي هادشي مكتوب الفوق، فهمتو؟ يعني الشقاق ديال التحت هو الفوق. فبالتالي الدالة الأصلية لهاد الدالة كدالة أصلية نقدر نقول هو إيلين ديال القيمة المطلقة ديال إكس أس إثنان زائد إكس زائد أربعة زائد ثابتة لا بد تحددها، مفهوم؟ هذه دالة من بين الدوال، لأن هنا كتعطي كتابة الصيغة العامة لجميع الدوال الأصلية للدالة إف لي إكس اللي عندنا في المثال. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الدرس ديال اليوم، وعرفتوا شنو العدد النيبيري ولاش كنستعملوه بالضبط في حل المعادلات. شفتوا معايا في الاشتقاق هاد الخاصيه اللي مهمه في الدرس ديال اللوغاريتم، اللي كنلقاو بها الاشتقاق ديال مركب دالتين الين وداله اخرى، ولقينا شنو هما الدوال الاصليه للدوال التي تكتب على هذا الشكل هذا، اللي هو الين ديال القيمه المطلقه ديال اكس زائد ثابته. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الدرس ديال اليوم، ونضرب لكم موعد جديد وفيديو اخر على كازاكو.com. كان معكم رضوان، السلام عليكم.